اهلا بحضراتكم مره تانية. برحب بضيف النهارده في المحترف الناقد الرياضي المتميز ومحلل الكره العالميه سعيد علي. مساء الخير عليك يا سعيد. مساء الخير عليك يا كابتن هاني. منور بيك دايما وتحياتي لحضرتك والمتابعين الكرام. ربنا يخليك يا سعيد. قبل ما نخش في ملفاتنا النهارده في المحترف وانطلاق الدوريات الاوروبيه وخاصه البريمير ليج النهارده، طبعا كان في قرارات مهمه جدا جدا لمجلس اداره النادي الاهلي فيما يخص الفتره القادمه، و يعني من وقت قليل طلعت بعض القرارات اللي بتدين بشكل او باخر العمليه التحكيميه اللي في مصر، وخاصه امام او في مباراه النادي الاهلي، وكان اخرها طبعا المباراه اللي فاتت امام فاركو، يعني لقطه كوميديه، مش لقطه تحكيميه، الفار في لقطه كوميديه، والنادي الاهلي النهارده بيطلع بقرارات بتدين التحكيم، و طبعا بيقول مش هشترك في اي او اي مسابقه بيديرها الاتحاد، بيتكلم على كاس مصر وكاس السوبر المصري. رايك ايه في القرارات، ورايك ايه في الشكل العام كمان للتحكيم المصري خلال هذا العام؟ في الحقيقه انا بشوف ان النادي الاهلي مارس صبر غير عادي. صبر على لجنه الحكام وعلى اداء اتحاد الكره، مش بس الموسم ده، الموسم الماضي، والنادي الاهلي دفع ضريبه صبره، خساره بطوله مشكوك فيها بشكل كبير جدا. انا بقول وبشكل واضح وانا مطمئن لده تماما، ان بطوله الدوري 2022 هي البطوله اللي بتحطها شبهات او الاكثر شبهه على مدار تاريخ المسابقات المصريه. واضح جدا 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 ان احنا تخطينا مرحله الاخطاء البشريه في اداء الحكام الى مرحله النوايا السيئه. يعني انا وانا بستوقف قدام خبر ان كلاتنبرج الخبير الانجليزي جاي ولا لا علشان يطور اداء التحكيم، سالت نفسي سؤال مهم: لو طورنا اداء الحكام ماذا عن ضمائرهم؟ ماذا عما يدور خلف الستار؟ الموضوع فوق كل، يعني فوق اي منطق. الاخطاء واضحه جدا، باينه جدا بشكل مرعب. ده بيقول لك ان فعلا في رغبه ما عند طرف ما لتوجيه البطوله الى طرف ما. خلاص بقى الحكام بيخوضوا المباريات بشكل واضح نيابه عن هذا الطرف. النادي الاهلي صبر كتير جدا جدا، رغم انه قادر ياخد قرارات قويه وحاسمه زي اللي حصلت النهارده. كان مهم قوي هذه القرارات تصدر، وكان ربما كمان يكون في وقت سابق، لان حقيقي عدم مشاركه النادي الاهلي في كاس مصر او مشاركه النادي الاهلي في السوبر المصري ده بيعرض الكره المصريه لخسائر كتير جدا جدا. مهم يدركه النادي الاهلي كان دايما عنده طبعا حرص على المصلحه العامه. برافو عليك. اولا يعني استمرار المسابقه، استقرار المسابقه، شكل المسابقه، بس مش هفضل ادفع طول الوقت الضريبه، ولا مش على حساب الفريق ولا صحيح. حساب الكيان، ومش هتفضل طول الوقت تصدرني الازمه مع الجمهور، لان احنا وصلنا لمرحله صعبه جدا جدا عليك. فانا مش يعني ما اترهنش طوال الوقت على ان انا الطرف الاحكم، على ان انا الطرف المسؤول، على ان انا الطرف اللي بيتحمل اخطاء الصغار واخطاء الغير. لا، تاكد ان هي وقت وهنفجر، ولو انفجرت هتشاركني في دفع الضريبه وهتكون اكبر عليك، لان فعليا عدم مشاركه النادي الاهلي في كاس مصر خلاص كل عقود الرعايه اللي انت عملتها باي باي. السوبر المصري اللي معمول في دوله شقيقه بدون النادي الاهلي مش سوبر مصري. احنا النهارده بنشوف احدى الدول بتخطط لافتتاح ملعبها وبتطالب ان النادي الاهلي يشارك حتى لو هو مش بطل الدوري، اللي احنا عارفين قيمه النادي الاهلي امام الرعاه وفي العقود التسويقيه عامله ازاي. فبالتالي لازم الناس المسؤوله عن اداره الكره المصريه تدرك كويس جدا حجم النادي الاهلي واثره. فبالتالي بشوفها الناس اللي بتدير الكره المصريه، ويمكن كان من خلال القرار برضه عشان الناس تبقى الامور واضحه بالنسبه لهم، كان قرار ضد عمليه التحكيم وضد مسابقه الاتحاد، ولكن مش ضد رابطه الانديه، لان لا. النادي الاهلي عايز دايما الاستقرار في المسابقه، وعايز دايما يكون صحيح. يعني في احنا بنطلب العداله، مش العداله للنادي الاهلي بس، بنطلب العداله للجميع. صحيح. عايز يعني اكد كلامك كمان، واكد معلومه مهمه قلتها في الانترو، ان احنا سبورت للكيان، وطالما سبورت للكيان يبقى سبورت للناس اللي بتشتغل جوه الكيان. مجلس ادارتنا عندنا ثقه كبيره جدا جدا فيهم، لان الناس ديت اللي حصدت يمكن 6 بطولات في خلال 2 أو 3 سنوات، مش عايزين ننسى ده. وجماهير النادي الاهلي الحقيقيه اللي هي بتحافظ على كيان النادي الاهلي ووعيه كويس قوي. صحيح. بعض المحاولات واضحه اللي واضحه جدا، واضحه محاولات مع تحريك نتائج في اتجاه ما، مع محاوله تحريك بطولات في اتجاه ما، لكن في النهايه رغم ان النادي الاهلي حصل له تعثر وحصل له سقوط وقريب من خساره بطوله الدوري، لكن في المجمل هذا المجلس، مجلس اداره النادي الاهلي، اعاد الاهلي على عرش
كره القدم الافريقيه. بعد غياب 7-8 سنوات عدنا بكل ثقه واريحيه، بنلعب 3 نهائيات متتاليه، بنحقق منهم بطولتين وبرونزيتين عالم. في ناس بتحاول تشوه الصوره العامه وتختصرها في نتائج الاشهر الاخيره، يعني صحيح. انا مش واخد ميداليه برونزيه من كام شهر وتيجي تقول لي لا انت وقعت دلوقتي. التجربه او المجمل العام لهذا المجلس ونتائجه واضحه جدا انها اعاده الاهلي لمكانته الطبيعيه. كون حصل تعثر في فتره قصيره مؤخرا ده لا يعني ان انت حضرتك تقيم عموم التجربه في الفشل. اذا كان مجلس بيحقق 3 من اصل 4 دوري، اخر 4 دوري، وبحقق 2 من اخر 3 دوري ابطال افريقيا، وبتصنفه او تقيمه كونه فاشل، فما هي معايير نجاح حضرتك؟ يعني انت حضرتك بتقيم اخرين بقى لهم 20 سنه ما حصلوش على دوري ابطال افريقيا كونهم ناجحين، وتيجي بتقيم واحد واخد 2 دوري ابطال افريقيا من اخر 3 كونه فاشل؟ فين المنطق هنا؟ هنا واضح جدا جدا ان في ناس بتحاول تشوه صوره مجلس اداره النادي الاهلي، وبتحاول تزعزع فكره انه يشتغل بشكل صح. انا معترف معاك وكلنا معترفين ومجلس اداره النادي الاهلي قبلي وقبلك يا كابتن صحيح واخدين بالهم كويس جدا ان في اخطاء حصلت وبيتم العمل، ده اللي بتكلم عليه، وبيتم العمل على تصوير هذه الاخطاء. بالرغم بنتكلم يا جماعه هنا بالرغم عن كل ما يثار، لكن احنا عارفين ان في بعض الاخطاء حصلت. الاعتراف بالخطا هو اول طريق التصحيح صحيح. وده اللي بيعمله النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيدفنش راسه في الرمل ويجيب بس اصل التحكيم، لا، التحكيم كان جزء مهم جدا جدا في خساره النادي الاهلي للدوري هذا الموسم والموسم السابق، واضحه جدا جدا. ولكن مع كده لازم نقول كمان ان احنا كان عندنا بعض المشاكل الاداريه، عندنا بعض المشاكل الفنيه، ودوت وارد جدا بعد نجاحات كثيره جدا جدا. اي فريق في العالم بيمر بهذا المنحنى، يعني انت على طول بتكسب بطولات كثيره جدا جدا، لعيبتك بتلعب مع المنتخب 3 سنوات بدون توقف، ومباريات كل 3 ايام خلال بتتكلم خلال 3 سنين، كل دي عوامل ولكن صحيح. مش حجج. في فرق ان انا بوضح الاسباب ولكن دي مش شماعه بنعلق عليها. النادي الاهلي ما عندوش شماعات بيعلق عليها، النادي الاهلي بياخد قرارات، وهنسمع تاني القرارات من طبعا الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الاهلي، نشوف برضو القرارات مره تانيه من خلال هذا الحديث. هذه تحية لكم مشاهدينا الكرام وجمهور النادي الأهلي في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الأهلي والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي الأهلي. نتلو على حضراتكم قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه المنعقد اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة 4 أغسطس 2022 برئاسة الكابتن محمود الخطيب. أولا، قرر المجلس المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها. ثانيا، المطالبة بإيقاف حكم الفار في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق عما بدر منه. ثالثا، عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم وهي كأس مصر والسوبر المصري لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي. رابعا وأخيرا، استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة. هذا وسوف يقوم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة المقبلة. دي كانت القرارات سعيد. عايز تعليق سريع على هذه القرارات طبعا، وكلها طبعا أكيد إن شاء الله في صالح النادي الأهلي ما فيش شك. والنادي الأهلي زي ما أنت قلت هو واضح وصريح في قراراته، ما فيش أي لغط في هذه القرارات. رأيك إيه؟ أنا بشوف في البداية كابتن إن إقالة رئيس لجنة الحكام ده قرار يعني مفيش غنى عنه، ما ينفعش النادي الأهلي تحت أي ظرف يتنازل عن هذا القرار، لأنه هيحوي في فحواه أو في مضمونه إقرار واضح وصريح جدا بإن اللجنة دي لعبت دور بارز ومهم جدا. بلاش أقول بلاش نسيء النوايا، لكن نقول إنها أخطأت، لكن أنا مدرك كويس جدا ان في نوايا سيئه وان كان الموضوع بفعل فعل. لان كابتن عايز اخش في دي، مش اخطات بس في حق النادي الاهلي، خلي بالكم يعني 80% من الانديه في الدوري الممتاز هذا العام كانت بتشتكي من لجنه الحكام. 16 يا كابتن، 16 نادي من 18. الاثر الاكبر كان على النادي الاهلي. يا كابتن انت قدام 16 نادي من اصل 18 بيتقدموا بشكاوى رسميه، انت فين التحكيم هنا؟ انت هنا يعني لا، الموضوع مش طبيعي بالمره. لكن خليني اقول ان الاخطاء طول الوقت بتخدم طرف معين وضد طرف اخر، يبقى الموضوع. وكمان لما تكون يعني انت النهارده الدوري الانجليزي من وقت ما الفار تم الاستعانه بيه مفيش ولا حاله اوفسايد طلعت غلط،
مفيش ولا حاله، ولا حاله واحده بس، احنا عندنا كل مباراه حاله. يفترض ان عمليه التسلل هي عمليه اليه، عمليه اليه، انت الكمبيوتر بيقول لك انها مش اوف سايد. وبالتالي انا بصراحه يعني انا اول ما شفت الصوره، وبعدين الصوره طلعت في المباراه ما خدتش ثانيتين، وبعدين استغربت الصوره، وعمري شفت صوره في وسط جسم المدافع، ولا انت عارف ده يعني ما خدش وقت، ما رجعش شاف بنفسه، غريبة يعني ما فيش اي حاجه خالص. يعني هو السبب الوحيد اللي خليه يحسب الكره دي اوف سايد ان هو حسبها على حسام حسن اللي كان عند حارس المرمى في اخر الدنيا يعني. فلا الموضوع واضح انه مستفز جدا، ثم ان الراجل اللي بيحرك الموضوع، انا عايز اقول له نصيحه يعني، انت ربما عايز تحرك الموضوع او البطوله في اتجاه ما، بس اعملها بوعي بذكاء. يعني انت مش محتاج، يعني عملتها في ماتش المقاولين مش لازم تعملها في ماتشين متتاليين. كمان الفرق بقى 5 نقط لو الاهلي كسب المباراه المؤجله، فبالتالي انت مش محتاج كمان قبل البطوله ما تنتهي بخمس ست جولات انك تفضل توقع الاهلي لاخر جوله. يعني ما يبقاش الامر مفضوح، يعني احيانا في ناس بتمرر حاجات زي كده بس بوعي بذكاء. في بيقول لك ايه، في متآمر وغبي. انا اظن واعتقد ان اللي بيتآمر ده غبي جدا، غبي بدرجه تصل الى الحماقه، هو مش واخد باله انه غبي. فبالتالي الموضوع ما كانش يستحق ان انت كمان توقع الاهلي قدام فاركو، ما هو وقعته قدام المقاولين. قرار عايز اخدك لقرار اللعب بالناشئين في الفتره اللي جايه او المباريات المتبقيه من الدوري. انت شايف اتاخرنا شويه في الجزء دوت، انا ليا وجهه نظر هقولها معاك بس اسمع وجهه نظرك الاول. لا انا شايف انه ما اتاخرناش لسبب، لان مهم شخصيه نادي الاهلي وشخصيه البطل تقول ان انا مش بستسلم بدري. لان انت لو قلت في وقت مبكر لا ان انا فقدت الامل في الكوره، انا ما بقولش ان انت في وقت مبكر هتقول انا خلاص هلعب بالناشئين، لكن انا من وجهه نظري كان في عدد معين من اللعيبه تاخد فرصه اكتر، تاخد تكون موجوده في الفريق وتاخد فرص لان هتحتاجها. انا شايف من بعد كاس الرابطه في اكتر من عنصر من الناشئين ظهر بشكل قوي جدا، كان لازم الناس دي تاخد بعد عوده لاعبي المنتخب. صحيح. ويتم راحه لاعبي المنتخب راحه سلبيه، راحه سلبيه بمعنى ان انتوا انسوا كرة القدم تماما، لا تمرين لا تدريب لا مباريات. يعني ايه رايك في الصورة الكوميدية؟ يعني بصراحة انا لو يعني انا تخيل انت حد مثلا الخط مستفز، حد في الدوري الانجليزي بيتفرج علينا او حد قاعد في المانيا بيتفرج على ديت يقول لك طب ازاي الصورة ديت تطلع من الفار في الدوري المصري؟ صورة يعني اولا الخط في جسم المدافع بالظبط، واضحة جدا يعني، هي واضحه من اللقطه الاولى، من قبل الاعاده ومن قبل الخطوط ومن قبل كل اللي احنا شايفينه ده، واضحه جدا بشكل غير طبيعي. وبعدين الموضوع في الفار ما استغرقش وقت، يعني اللي هو يعني انت ازاي خدت القرار بالسرعه دي؟ ليه خدت القرار وهي واضحه جدا؟ وانا عايز اسال المساعد، يعني المساعد الحكم واقف سليم، حامل الرايه كان اكتر من رايه لانه كان الرؤيه قدامه واضحه جدا، وادى هدف. يعني هو الراجل حتى ما كانش عنده شك انها تسلل، وبالتالي ادى هدف. ولكن يعني عايزين نقول ان الصوره ديت يعني صوره بتوضح بشكل كبير جدا جدا يعني مساوئ التحكيم ومساوئ الفار، ومش هقول بس خلال الموسم ده، خلال الموسم الماضي، ومش هقول بس كمان عشان خاطر النادي الاهلي، لا النادي الاهلي يمكن من اكتر الانديه اللي يمكن يعني تضررت بشكل واضح. لا النادي الاهلي دفع الضريبه كامله بطولتين، رغم كل المساوئ اللي حصلت والاخطاء اللي حصلت في النادي الاهلي، لكن قبل مباراتين بس كان النادي الاهلي يفضل ينافس على البطوله لاخر لحظه. يعني انت خدت مني 4 نقاط في المقاولين وفاركو، كان الفرق نقطتين، فانا لحد اخر لحظه في بطوله الدوري رغم كل مشاكلي وان انا عندي فرقتين غايبين مش فرقه واحده، كنت قادر اخد بطوله الدوري. لكن حضرتك عايز مني ايه؟ انت لان خلي بالك ما هو النادي الاهلي في فترات كثيره جدا وفي مناسبات كان متاخر عن المنافس بعدد من النقاط، وفي نهايه السيزون خد الدوري. صحيح. وبالتالي لو في شكل معين يقول لك لا نخلص دلوقتي، يعني هو مصر ومصمم اللي هو انجز الموضوع وحاول طول الوقت توقع الاهلي، بس مش بالشكل المتكرر. ما ينفعش هدفين يا جماعه بنفس السيناريو يتلغوا في مباراتين متتاليتين وحالات طرد وضرب وعنف ضد لاعبي الاهلي بشكل مش طبيعي في المباراه في المقاولين وثم فاركو. فلا فعلا الموضوع مستفز. اتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يواصل ممارسه الضغط لحين لازم اقاله لجنه الحكام. لجنه الحكام مفيش 2 في مصر من 105 مليون او 110 مليون مصري يختلفوا على انها الأسوأ. فده الوقت المناسب ان حضرتك تحصل على ضمانه واقرار واضح من اتحاد الكوره ان هذه اللجنه لعبت دور مهم في 2020 في 2022 لتوجيه الدوري لصالح طرف ما، علشان الناس اللي بتردد نغمات واغاني طول الوقت الحكام والاهلي والبطولات يبقى واضح جدا البطولتين اللي بيخسرهم نادي الاهلي بيخسرهم بهذه الفجاجه. يعني مش عايز اقول كلام اكبر من كده. انا بتفق معاك يا سعيد، لكن تاني علشان الناس اللي بتسمعنا، احنا بنتكلم على شيء واضح وصريح للجميع،
ده ما يمنعش ان احنا عندنا اخطائنا. تاني انا دايما بحب اردد ده ليه؟ لان في بعض الناس اللي بتتفرج علينا والناس بتقول اه انتوا بتطبلوا، احنا النادي الاهلي ما بنطبلش، احنا واقعيين، عندنا مشاكل وعندنا ازمات وعندنا بعض المصاعب و و و، ده مليون في الميه صح. لكن على الجانب الاخر ما يبقاش احنا عندنا ازمات ولكن كمان بتتصدر لنا مشاكل، يعني هو ده اللي بتكلم عليه. ما تصدرليش، اديني حقي، اديني حقي، انا ما بطلبش اكتر من حقي في العمليه التحكيميه. ما كناش بنطلب اكتر من حقنا ان اللعيبه لحد ما جدول الدوري يتحط بشكل مش هيفيد النادي الاهلي ولكن عداله. يعني النادي الاهلي ساعات كان بيلعب فرق مريحه اكتر من 25 يوم والنادي الاهلي بيلعب كل 3 ايام مباراه، جزء من العداله بنتكلم برضو، جزء من العداله. فتاني انا مع حضراتكم هنا وسعيد برضو موجود معانا ان احنا هنا بندافع اكيد عن حقوق النادي الاهلي، ولكن عندنا اخطاء، اه عندنا اخطاء، لازم عندنا حلول، اه عندنا حلول، وانا هتكلم على الحلول. على سبيل المثال لازم يكون عندنا رؤيه مستقبليه واضحه جدا جدا. اولا لقطاع الناشئين بتاعنا ان احنا نعمل زي الدوريات الاوروبيه او الناس اللي بره بتشتغل، احنا التارجت بتاعنا يبقى عندنا امر واضح وصريح من شركه الكره لقطاع الناشئين، انت لازم كل سنه تطلع لي 3 لعيبه، ولو ما اتحققش ده تغير وتجيب ناس تشتغل وتطلع لك هذا المبدا. كل الانديه الاوروبيه بتشتغل بكده، يبقى ده امر على طول، انا عايز 3 لعيبه كل سنه من قطاع الناشئين لازم يطلع لي لعيبه، ده جزء مهم جدا. لازم القطاع الثاني السكاوتنج والانلايز، يا جماعه احنا في 2022 لازم يكون عندنا، والنادي الاهلي قادر، والنادي الاهلي كبير جدا، لازم يكون عنده سكاوتنج، لكن سبورت دايركتور لازم هو اللي يقوم عمليه السكاوتنج ده جوه مصر وفي تونس والجزائر والمغرب والدول العربيه، عندنا سكاوتنج وعندنا عينين بتبص في افريقيا، لازم تروح وتجيب وتدور لان انت عندك هذه الامكانيات. يبقى عندك ديبارتمنت كبير قوي اسمه السكاوتنج، هذا الديبارتمنت برئاسه السبورت دايركتور هو ده اللي بيعمل المعادله ما بين ان احنا عندنا قطاع ناشئين لازم نهتم ونطلع منه على الاقل 3 لعيبه كل سنه، عندك جزء سكاوتنج وانلايز بيجيب لك اللعيب المحترف المميز للنادي الاهلي، لان نادي بطولات، فمش اي لعيب كويس بيظهر اجيبه، مش اي لعيب بيجيب فيا جون اجيبه، لا لازم الامور تختلف، لازم يكون عنده الارقام وعنده الابيليتي، عنده القدره للوصول انه يلعب مع النادي الاهلي. كل ده احنا نعترف بيه، وده ان شاء الله باذن الله يكون في المستقبل القريب موجود في نادينا الكبير النادي الاهلي. نروح فاصل سريع ونرجع بقى مع ملفاتنا وانطلاق الدوريات الاوروبيه وناقدنا الكبير سعيد علي. اهلا بحضراتكم مره تانية سعيد، يلا بينا بقى نبدا نتكلم في الكوره. نتكلم في الكوره، الكوره الحقيقيه. طبعا يعني كل الناس بتتكلم على البريمير ليج، عايز اخد قبل ما نخش على المباريات عايز اخد رؤيتك للبريمير ليج الموسم دوت، خلاص اللي هيبدا بكره ماتش كريستال بالاس وارسنال، عايز اعرف رؤيتك، شفت الانتدابات ازاي، شفت انتقال اللعيبه ازاي في البريمير ليج؟ يعني انا بشوف ان البريمير ليج موسم ورا الثاني بيزداد قوه، يزداد جمالا، رايح لمرحله بتصعب مهمه اي بلد ثاني واي دوره واي دوري ثاني انه بس يقرب من البريمير ليج. يعني في ناس هتحتاج سنين طويله علشان تقدر تقرب من البريمير ليج. حاليا في الفتره دي الصيف ده بيقول ايه؟ بيقول ان الدوري الانجليزي فعليا اصبح قبله ووجهه نجوم العالم الاولى. يعني في فتره ما كان برشلونه وريال مدريد هم الوجهه الاولى لاي نجم في العالم، كان حلم اي حد المكان ده. لكن انت النهارده لما تيجي تتكلم عن هالاند لاعب، ناس بتتكلم على انه 10 سنين جايه هينافس على الكره الذهبيه مثلا مع كيليان امبابي، او هو المهاجم رقم واحد في العالم 10 سنين جايه، ويفضل وجهه البريمير ليج على ريال مدريد وعلى برشلونه. وشفنا قد ايه كانت قدامه عروض واغراءات، حتى في ما كتب ونشر عن الاغراءات الماليه كان واضح جدا ان عنده عروض افضل في ريال مدريد وفي اماكن تانية عن مانشستر سيتي، لكن هو فضل اولا البريمير ليج ومانشستر سيتي بالتحديد لانه شايفه يتناسب مع مشروعه. فاصبح البريمير ليج قبله النجوم الكبار جدا اللي هم هينافسوا على الكره الذهبيه بقى، لان الكره الذهبيه غايبه كتير، غايبه كتير قوي عن البريمير ليج. اصبح او حان الوقت ان صاحب الكره الذهبيه يكون في البريمير ليج محمد صلاح وهالاند ونجوم ثانيه. هنتكلم بالتفصيل كمان على هالاند النهارده، معانا كمان محمد الباز في طبعا الفقره الاخيره، هنتكلم كمان على هالاند
ومشواره مع المان سيتي. خلينا نستعرض معاك سعيد الجولة الأولى اللي هتبدأ بكرة بكريستال بالاس وأرسنال، نشوف هذه المباريات إن شاء الله تنطلق بكرة. بنتكلم طبعا كريستال بالاس مع الأرسنال، وتبدأ باقي المباريات يعني يوم السبت. طبعا عندنا فولام وليفربول، وبعدين ليدز يونايتد مع وولفهامبتون، ونيوكاسل مع توتنهام فورست، وعندنا كمان نيوكاسل توتنهام مع ساوثهامبتون، مباراه قويه جدا. بورسموث امام استون فيلا، ايفرتون مع تشيلسي برضو مباراه قويه جدا، ويوم الاحد ان شاء الله المان يونايتد بشكله الجديد مع اداره فنيه هولنديه جديده امام برايتون، ليستر سيتي امام برنتفورد، واخيرا ويست هام امام مانشستر سيتي. مباريات قويه، بدايه قويه، ولكن خلينا نتكلم الاول على الارسنال. ارسنال ومباراه امام كريستال بالاس، شايف ازاي ارسنال من خلال الصفقات، من خلال البري سيزون اللي عمله وطموحاته في الموسم القادم؟ يمكن انا بختصر نظرتي لارسنال هذا السيزون في تصريح ارتيتا لما قال انه حان الوقت لننتقل الى مرحله جديده، وده بيكشف لك ان ازاي الراجل ده فعلا هو صاحب مشروع، وازاي بيعمل مع اداره ارسنال بشكل استراتيجي مخطط. يعني احنا جينا في البدايه علشان نبني هويه داخل الملعب، وخلال مرحله البناء بنستكشف العيوب والمشاكل، ثم بنبدا نعالجها مرحله ورا الثانيه. وصل دلوقتي بعد ما بنى الشكل، بعد ما اصبح مباراه ارسنال رجعت تستمتع بيها، رجعت تشوف ارسنال بينافس على توب فور مره ثانيه، رجعت تشوف ارسنال ند قوي جدا جدا في المواجهات المباشره مع الانديه الكبيره. فبالتالي جه الموسم ده بالتحديد للانتقال للمرحله الثانيه اللي هي فيها صفقات قويه جدا، حجم انفاق كبير ما كناش بنشوفه قبل كده. تعالى انا وانت نستعرض برضو الصفقات، نستعرض صفقات ارسنال لهذا الماركاتو، وزي ما بنقول كمان عمليه الصفقات يا سعيد مرتبطه بارقام. صحيح. ودايما خلي بالك الناس دي بتشتغل برضو بنوع من انواع شركات، على نظام شركات، بشتري بكام وبيع بكام. صحيح. ايه الفائض بتاعي، الميزانيه فيها كام. فبنتكلم على صفقات بالنسبه للارسنال السنه دي. طبعا كان اقواها طبعا جابريل خيسوس طبعا من المان سيتي، الكسندر من مانشستر سيتي، فابيو فيريرا من بورتو، مات ترينت من نيو انجلاند الامريكي، ماركينيوس طبعا من سان باولو. عايزين نعرف كمان اجمالي النفقات يا سعيد. وصل 132 مليون يورو اجمالي المبيعات، 17 مليون، وبالتالي في ماينس او في خساره ب 114 مليون. هو ده بيعكس بشكل واضح جدا ان اداره ارسنال انتقلت من مرحله لمرحله، وان في حجم انفاق كبير. احنا كنا بنشوف كل سنه كان ارسنال محل سخريه السوشيال ميديا دايما. صحيح. لانه دايما كان بيتعامل بفكره صفقات تبادليه، بيمشي حد ويجيب حد، وبيجيب عناصر اقل من المطلوب اللي هي ما تنتقش بالمستوى. لكن النهارده في صفقات على المستوى النوعي هتحقق نقله كبيره جدا. يعني انا بشوف خيسوس النهارده، انت قدام لاعب مثلا في لعبه الفانتازي هو الاكثر شراء في تاريخ اللعبه، فده بيقول لك قد ايه هو الراجل ده محل ثقه. صحيح. صفقه مهمه جدا هتضيف على المستوى الفني كتير لارسنال، لعيب هداف، لاعب مرن جدا، قادر يلعب ادوار كتيره. انا بشوفه هيبقى حلقه تغيير قوية جدا كمان في المواجهات المباشرة مع الأندية الكبيرة. يعني مثلا أرسنال مع سيتي أو ليفربول، خيسوس هيضيف كتير جدا، لأنه من المهاجمين القليلين اللي بينزلوا تحت، فبيضيف لمعركة الاستحواذ عدد أكبر، وقدرته على الضغط على دفاع خصم قوية جدا جدا. فأنا بشوف إن هيدي لأرتيتا ميزات كبيرة، عشان كده هو دفع فيه كتير، ما كانش بخيل في الدفع. يعني دفع فيه غالبا نفس الرقم او رقم مقارب لهالاند، لان فعلا خيسوس يستحق هذا الرقم. زينتشونكا كمان لعيب مهم جدا، عنده المواصفات اللي بتخدم افكار ارتيتا، هو لعب معاه في مانشستر سيتي، وواحد من اللاعبين القليلين يا كابتن اللي عندهم قدره التحكم في الريتم. انت لما يكون عندك لاعب في خط الدفاع واعي امتى نسرع وامتى نهدي، امتى ندخل القلب وامتى نخرج، ويمكن ارتيتا اشتغل معاه على ده وجوارديولا اشتغل معاه على ده، فهيضيف كتير جدا. هو قال انا مش بس جايبه عشان يلعب ظهير ايسر، لا انا هستخدمه في نص الملعب. فانا بشوف زينتشينكو هيضيف كمان على المستوى النوعي لارسنال كتير جدا، فبشوفها اضافات كبير.
اضافات كبيره تخلي ارسنال مرشح بقوه ان شاء الله ان هو يكون في التوب فور. انا اتمنى اشوف ارسنال في التوب فور ان شاء الله. يعني دور النني كمان، ولازم نتكلم عن النني، نتكلم على ارسنال في البري، كمان في البري سيزون قدم مباريات قويه جدا. هل شايف مشاركات النني في الموسم اللي جاي بدايه من بكره هتكون اكثر من الموسم الماضي، ولا هتكون برضو على استحياء بشكل او باخر؟ انا بشوف ان محمد النني هيظهر بشكل افضل هذا الموسم، لانه هيتاثر بالنقله اللي هتحصل للمنظومه بشكل عام. يعني ايه؟ يعني محمد النني هو لاعب بالاساس لاعب منظومه، يعني مش لاعب بارع فرديا او عنده مهارات فرديه عاليه قوي فقادر يعمل فارق كبير، لا هو لاعب بيتاثر بشكل المنظومه، المنظومه فايقه بتأدي بشكل كويس بيقدر يظهر من خلالها، المنظومه واقعه ومتراجعه بيظهر بنفس شكل المنظومه. فانا بشوف الارتقاء اللي هيحصل مع ارسنال مع مشاركته كمان في اليوروبا ليج اللي هو هيدي مساحه اكبر للتدوير، لان انت بتلعب في اليوروبا ليج خميس ودوري سبت وحد، فبالتالي بيبقى تغيير كامل في العناصر، واليوروبا ليج بطوله قويه. فمحمد النني لما يشارك بشكل اساسي دايما في اليوروبا ليج ثم كاس الرابطه وكاس الاتحاد الانجليزي، فعدد دقائق النني السنه دي هيبقى اكتر، مع ارتقاء المنظومه اداؤه هيبقى افضل. فانا بشوف اثره والنتائج اللي هيقدر يخرج بيها من الموسم ده هتخلي الصوره محمد النني طبعا كتير جدا جدا، وان شاء الله يتوج في نهايه الامر ببطوله او حاجه مع ارسنال ان شاء الله. ان شاء الله طبعا كل التوفيق لكل نجومنا على اسهم طبعا محمد صلاح والنني وكل الكتيبه اللي بتلعب في الدوريات الاوروبيه. خلينا نروح لتشيلسي وايفرتون. تمام. برضو مباراه هنقول ايفرتون امام تشيلسي مباراه سهله. ايفرتون كان في الموسم الماضي يعني صراع كبير جدا جدا من الهبوط، ولكن تشيلسي كمان موسم مقبول بالنسبه له. صحيح. شايف المباراه ازاي مع كمان صفقات تشيلسي في الموسم القادم؟ صحيح، طبعا هي مباراه تبقى صعبه لانها في ايفرتون، صعبه جدا على تشيلسي، دايما ملعب ايفرتون من الملاعب الصعبه حتى لو الفرقه مش في مستواها الحقيقي. انا بشوف تدعيمات تشيلسي طبعا تدعيمات مهمه وتدعيمات قويه. خلي برضو الاعداد يحضر لنا برضو كمان الاعداد طبعا يشوف لنا طبعا الماركاتو بتاع تشيلسي واللعيبه المميزه قدامنا يعني صفقات تشيلسي. رحيم ستيرلينج وكلوبالي، رحيم ستيرلينج من مان سيتي، كاليدو كلوبالي من نابولي، كمان شكوميكا من استون فيلا، عندنا لعيبه مميزه كمان من شيكاغو. نفقات عايزين برضو نركز على الجزئيه دي، لان النفقات وصلت 121 مليون والمبيعات 8 مليون، تتكلم في خساره اكتر من 113 مليون. طيب. انت اتكلمت على ارسنال غير شويه الاستراتيجي بتاعه بالنسبه للانفاق. تمام. انت شايف بالنسبه للعمليه الماليه لتشيلسي، تشيلسي مع اداره جديده بتحاول تثبت قدرتها على انها قادره تسد الفراغ اللي سببه ابراموفيتش، وانها قادره تخلي ارسنال بتزرع ثقه عند جمهور تشيلسي في ان الفرقه مستمره وقادره تكون في المنافسه على البطولات. بشوفها صفقات مهمه، وكمان لسه بيشتغل على برناردو سيلفا، واحده من الصفقات، لا بيشتغل على صفقات تانية مش متذكر مين بالتحديد دلوقتي، لكن هو بيشتغل على ديونج من برشلونه. ديونج وبيشتغل على صفقه مدافع كمان، تشيلسي بس على لسه الضم مدافع. وصفقه رحيم ستيرلينج صفقه مهمه جدا. يعني بشوف الميركاتو مقبول لاداره في سنه اولى ليها او بتاخد خطواتها الاولى. اهم صفقه طبعا ستيرلينج، ثم كولوبالي. يا كابتن انا دايما بركز جدا جدا على فكره، وانت كنت راجل من الناس القليله اللي بتقوم بالدور ده، فكره صانع الالعاب في خط الدفاع. امتلاك صانع العاب في خط الدفاع قادر على الخروج بالكره زي كولوبالي، طبعا شفناه مع منتخب السنغال ازاي هو لاعب عظيم جدا جدا، فده بيساعد جدا جدا على الخروج بالكره، بيساعد جدا جدا على التحكم في الريتم، فصفقه مهمه جدا. معانا كولوبالي نشوف قال ايه طبعا كولوبالي بعد الانتقال لتشيلسي، نشوف مع حضراتكم. I hope I will be here for long time. آمل أن أكون هنا في تشيلسي لفترة طويلة. صحيح أنني أبلغ من العمر 31 عاما، لكنني أعلم أنه يمكنني تقديم بعض السنوات هنا. أريد أن أعطي كل شيء للنادي، لديهم ثقة كبيرة بي، أريد أن أظهر على أرض الملعب. إنهم اتخذوا خيارا جديدا معي، لذلك سأبذل قصارى جهدي لتقديم كل ما لدي، لأنني سعيد حقا لوجودي هنا. For me, it's not a pressure. I'm really happy to be here. بالنسبة لي ليس الضغط، أنا سعيد حقا لوجودي هنا. لا أريد أن أكون الرجل الذي سيحل محل روديغر، أريد أن أكون لاعبا آخر. أنا كوليبالي، لست روديغر، أنا ليس لدي نفس المهارات، أنا لا ألعب مثله. لذا إذا كان الجميع يريدني أن ألعب مثله، فأنا لست اللاعب الذي يمكنه اللعب مثله. كلوبالي وبيقول خلاص، يعني ما حدش يقارني بحد، معنى صح انا ليا ستايلي وليا لعبي، واتمنى انه يعني انا بشوفه اعلى من روديجر. يعني كلوبالي لا يعني اللي بيميزه عن روديجر انه صنع لعب،
فكره امتلاك صانع لعب كابتن في الخط الخلفي دي فكره عظيمه جدا. يعني احنا لما نيجي نبص النادي الاهلي بعد كابتن عماد النحاس علينا شويه، حسام غالي في فتره من فترات، كان قبله ابراهيم سعيد، امتلاك صانع اللعب الناس دايما عندها معتقد ان صانع اللعب اللي هو رقم اللاعب رقم 10 اللعيب اللي بيتمركز خلف المهاجم هو ده صانع اللعب. لا، صانع اللعب ممكن يكون لاعب في الخط الخلفي، ممكن يكون ليبرو، ممكن يكون لاعب ارتكاز. ففكره انك تمتلك اللاعب ده، يمكن بدري بانون قام بالدور ده. الريتم هيفرق شويه معاه جدا. يعني انا بتكلم على ريتم المباريات في الدوري الانجليزي اسرع كتير جدا من السيريا. كولوبالي شايف ان الريتم ده هو قادر على التكوب بسرعه مع الريتم ده. اكيد كولوبالي لاعب متوحش، يعني مدافع قدراته ومقوماته البدنيه غير عاديه. احنا شفنا ازاي كان بيكسب صراعاته الثنائيه. يمكن الوحيد اللي هيتعبه هو جدا محمد صلاح، لان محمد صلاح ليه معاه ماضي مؤلم بالنسبه لكولوبالي، والفتره دي بالتحديد محمد صلاح اصبح يعني مرعب للجميع. يعني شفنا في ماتش مباراه مانشستر سيتي ازاي المدافعين كانوا خايفين يدخلوا عليه. طب خلينا نتكلم على صلاح اكتر شويه، ونتكلم على ليفربول اللي هيقابل الوافد الجديد من للبريمير ليج فولهام. شايف المباراه ازاي؟ هل هي مباراه بدايه سهله لليفربول، ام انها يعني كمان لفولهام مباراه استثنائيه انك بتلعب اول مباراه ليك بعد العوده من او الوصول للبريمير ليج؟ شايف المباراه ازاي؟ وشايف كمان تدعيمات ليفربول ازاي؟ طيب انا بشوف ان فولهام في العموم اذا كان فولهام اللي هو بتاع الموسم قبل الماضي قبل ما يهبط فهو فريق قوي جدا. يعني كان من علامات الاستفهام ان الفرقه دي تهبط، كان بتلعب كره قدم عظيمه جدا. يعني مش ده فريق بيصارع على الهبوط طوال الوقت، قادر يستحوذ على اي حد، حتى ليفربول. يعني استحواذه امام ليفربول في ملعبه كان اكتر، عدد الفرص وعدد الاهداف المتوقعه في مباراه ليفربول في البريمير ليج الموسم قبل الماضي كانت لفولهام اعلى. فانا بشوف فولهام بدايه صعبه جدا لليفربول، وبدايه في ملعب صعب جدا، وخاصه لما يكون فريق صعد من تشامبيونشيب بيبقى عنده رغبه في انه يثبت من بدري ويقول انه قادر يقدم موسم كويس. فانا بشوفها بدايه صعبه، لكن مع حاله التوهج الحاصله لمحمد صلاح بالتحديد. شفت التوهج ده في مباراه السيتي اكيد. يعني انا شفت محمد صلاح في اكتر من لقطه من بدايه المباراه، في اول لعبه قدام كانسيلو ازاي كروت كانسيلو في مساحه قد كده، وازاي كانسيلو وقع من الخضه. يعني كانت شبه الهدف الشهير جدا جدا لميسي في دوري الابطال امام بايرن ميونخ، لما بواتنج وقع وقعه شكلها كوميدي جدا، حصلت لكانسيلو بالظبط. ثم بعد كده كنت بشوف ازاي المدافع الهولندي نسان اكي بيهرب من صلاح، كل ما صلاح يقرب منه بيهرب بيبعد. فعليا السيتي ما كانش جاهز بدنيا اول المباراه، ولا حتى ليفربول كان في افضل حالاته، انما اللي صنع الفارق ووجه البطوله في حته ثانيه هو محمد صلاح. يعني لو شلت محمد صلاح من الملعب كان هيبقى في توازن في الكفتين. اللي عمل الخلل في المباراه هو وجود محمد صلاح. ليه محمد صلاح كان فارق عن الناس كلها؟ وده واضح من تصريحات كلوب، انه بيقول ان صلاح وصل الموسم يبدو انه مش محتاج استعداد، يبدو انه مش محتاج جاهزيه. فرق كمان على المستوى الذهني او مستوى الاستقرار بعد تجديد عقده، ده بيفرق جدا. ده بيفرق صحيح. يعني كلنا بنتكلم محمد صلاح كان دايما عامل فرق كده، رغم ان في تطورات في التعاقد معاه، لكن مركز في الملعب. لكن يعني الهدوء والثقه اللي لعب بيها كمان بيقول ان هو هيعمل موسم ان شاء الله اكتر من رائع. بإذن على مستوى الصفقات بقى، على مستوى الصفقات طبعا احنا بنشوف نونزي صفقه هو الاضافه الاهم والابرز، مهاجم شرس جدا على المرمى، عنده نهم كبير جدا فيما يتعلق بتسجيل الاهداف، فهتلاقيه طوال الوقت بيقرب للمرمى. كمان في حاجه مهمه قوي، فكره التعاون بينه وبين صلاح. يعني انا بشوف ان فكره خروج ساديو ماني هتدي اريحيه اكتر لصلاح في فكره انه بيشتغل براحه، مش حاسس بالضغط. نونز هيتعاون معاه بشكل قوي جدا، وانا شفت في الفتره التحضيريه ازاي صلاح عايز يساعد نونز في ان هو يدخل في المنظومه بسرعه، وفعلا قدر يهدف بعد ما كانت العمليه متعثره معاه في المباريات الوديه، ودخوله كان مؤثر حتى في الجزء الصغير او القليل اللي لعب فيه امام مانشستر سيتي، فكان مؤثر جدا. انا شايف انه محتاج شويه وقت، يعني محتاج شويه وقت، وكلوب ذكي جدا في انه يشيل من عليه الضغط انه ما بداش بيه اساسي، وعنده الخيارات، عنده جوتا وعنده فيرمينيو، فقادر يداور بشكل اكبر. عايز اكلمك على متوسط الاعمار للصفقات كلها، بتتكلم في 22 سنه، يعني متوسط اعمار صغير، لعيبه مميزه جدا. ودايما بتكلم على عبقريه يورجن كلوب في ال مش هقول لك اكتشاف، ولكن بيجيب القطعه الناقصه بالظبط. يعني بنتكلم على ادق تشبيه قلته هو القطعه
الناقصه دايما، يعني هو مش بيجيب اي حاجه في اي حاجه او في لاعب كويس في حياه اللاعب الكويس، لا هو بيشوف ما ينقصه وبناء عليه بيحدد. يعني مثلا حضرتك قلت بيهتم جدا بالشباب او العنصر اللي اعمارهم صغيره، بس لما قرر يجيب حد سنه كبير كان مين؟ كان تياجو الكنتارا من بايرن ميونخ. ليه؟ لانه كان اللاعب المفقود او الحلقه المفقوده في ليفربول. ليفربول يمكن كان الموسم اللي قبلها بيعتمد على محاور كلها قايمه على الضغط والتغطيه الدفاعيه سواء كان فابينيو او اندرسون، وانهم بيلعبوا ضغط عالي، لكن ما كانش في حد فيهم قادر يلعب ادوار البلاي ميكر، اللاعب العاقل الهادي اللي بيقف على الكوره، اللي بيتحكم في الكوره، اللي بيتحكم في رتم الفريق، اللي بيوجه اللاعب، اللي بيسرع امتى ويهدي امتى. وده اللي عمله تياجو الكونتارا. وفعليا فعليا ليفربول بتياجو حاجه وبدون تياجو حاجه ثانيه خالص. يعني الفترات القليله اللي اصيب فيها الموسم الماضي حصل هزه في بدايه الموسم، ولما استمر واللاعب شارك بشكل كان عامل نقله كبيره. يمكن الموسم الاول ليه ما ظهرش بالشكل ده لان اصاباته كانت كتير، اصاباته كانت كتير صحيح، واثر على نتائج ليفربول. فدايما زي ما حضرتك قلت هو بيدور على كمان. انا افتكر كمان دياز، لما دياز كمان دخل في الميركاتو الشتوي تحس انه الولد موجود من سنين بقاله يعني من الاكاديميه بتاعت ليفربول. فواضح جدا الاهتمام الكبير والعين الخبيره يورجن كلوب من المدربين اللي عندهم هذه الميزه، يعني بيشتري لعيبه اولا بمبالغ مش كبيره، لعيبه صغيره امكانياتها هايله، وكمان بتبقى القطعه الناقصه في التكتيك وفي فريقه. هنطلع لفاصل سريع ونرجع بقى كمان نكمل مع المان يونايتد هيعمل ايه هذا الموسم. انتظرونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية سعيد. نروح للمان يونايتد. المان يونايتد تغيير في الإدارة الفنية، مشاكل على مستوى الإعداد للموسم بشكل عام، البري سيزون بتاعهم مش شايف انه موسم قوي هيقدمه المان يونايتد. شايف اجماليا إدارة فنية جديدة وشخصية قوية جدا جدا لمدرب تيج هاج الهولندي، شايف مصير او شايف المان يونايتد هيروح فين هذا السيزون؟ يعني انا بشوف بشكل عام مان يونايتد نحن امام سقف توقعات وطموحات عالي جدا وامكانيات محدوده جدا. احنا النهارده معركه تنهاج الرجل اللي كل كبار ايطاليا وانجلترا بقى لهم سنتين ثلاثه بيقولوا ان ده اللي قادر يعمل مشروع عند الفرق الكبيره اللي عايزه تعود من جديد لواجهه الشامبيونز ليج. لكن التدعيمات اللي حاصله، انت بتتكلم ربما في عنصر واحد فقط، مارتينيز من اياكس امستردام، العنصر الابرز يعني، لكن على مستوى نص الملعب، على مستوى الاظهره اللي يونايتد بيعاني منها بقاله كتير جدا جدا، على مستوى حتى الخط الامامي، مستوى الدفاعي كمان عنده مشاكل كتيره جدا السنه اللي فاتت. صحيح، اللي هو انت حتى ما بداتش البناء. يعني انا مدرك ومتاكد تماما ان يونايتد هياخد عدد سنين وعدد وفتره طويله للاعداد، لكن ما بداتش حتى. المفروض وانت بتبتدي كده تخض الناس، تعمل صفقات بحجم إيريك تين هاج، تقول في رساله واضحه ومباشره احنا جايين نعمل حاجه، لكن بتمشي بالخطوات البطيئه دي. لا انا كان بالنسبه لك كريستيان إيريكسن كان مفاجاه، انطلاق يعني انتقاله من برينتفورد بعد طبعا الازمه الشهيره القلب، ووصل من السن 31 سنه. هل هيستفيد بيه بشكل او باخر المان يونايتد؟ ويعني بتتكلم على ثلاث صفقات احسنهم طبعا مارتينيز من اياكس، لكن مش دي الصفقات او دي يعني اللي تتناسب مع تين هاج وطموحات كمان المان يونايتد وطموحات مانشستر يونايتد. كان مهم ان انت تقول ان انا جاي مع تين هاج، جاي اكسر الدنيا وجاي انافس فعليا. فانا بشوف حتى إيريكسن صفقه تضيف عدديا. يعني ايه عدديا؟ انت عندك نقص فبتكمل، انما نوعيا هل هو جودته اعلى من العناصر الموجوده؟ لا. طب ايه اللي ناقص؟ يعني ايه اللي ناقص المان يونايتد؟ عنده تدعيمات، عنده فلوس، عنده شعبيه، عنده ناقصه جرأة في التعاقدات يعني، وناقصه حسم اكبر، وناقصه انه يدفع ارقام اكتر. يعني لما تدخل في صفقه لو هي مقدره 30، انت يونايتد حاليا تدفع 50. ليه؟ لان انت حضرتك مش وجهه اولى للنجوم الكبار. انا دلوقتي ليه هالاند فضل مانشستر سيتي؟ لانه بيفوز بالدوري الانجليزي في اخر 5 سنين 4 مرات، فشايف ان هو رايح لبطل. انما مع فرقه زي يونايتد انا مش ضامن بالاساس ان انا اشارك في دوري ابطال اوروبا. تفتكر هو ده الكيس بتاع فرانك ديانج مع برشلونه؟ يعني هو متمسك بيه جدا، واحدة من ولكن لغايه دلوقتي ما فيش حسم. صح، انا ازاي كديونج هروح لفرقه مش هتلعب دوري ابطال اوروبا؟ كريستيانو رونالدو الى يعني من كام يوم مش عايز ينزل التمرين، وشايفين حاله الجدل اللي حاصله. فبالتالي انت لازم
عشان توفر عوامل جذب اكبر، فتعرض رواتب اعلى وتعرض ارقام اعلى على الانديه اللي انت بتتفاوض معاها، يكون عندك جرأه وتتعاقد مع صفقات بعدد كبير، لازم يكون في عدد اكبر من كده. فانا شايف ان اليونايتد مع التدعيمات الحاصله حواليه تشيلسي ارسنال توتنهام لا هيكون بعيد وهيفضل بعيد شويه، وانك تبدا الموسم بمشكله كبيره زي الحاصله بين كريستيانو رونالدو والاداره اداره اليونايتد، فده هيزيد حاله التوتر والاستقرار يعني التوتر داخل الملعب، فمش متفائل ببدايه يونايتد هذا الموسم. وربما تين هاج مظلوم جدا، يعني تين هاج بيعمل في ظروف صعبه، كنت اتمنى ان الراجل ده يتوفر له مناخ افضل، لانه حقيقه عنده ممكن فكر. يطلب يعني كان ممكن جدا اكيد هو طلب واكيد يعني كان يخش بقى بلغه الكره كده يمسح انا هبدا ولازم صفقات ولازم عندي صفقه 2 3 4 لازم تتحط الاموال في وقتها، لازم يكون عندي شوف يا كابتن في حاجه مهمه فريق اقدر انافس بيه بشكل او باخر، ده اليونايتد يعني هو في محور يعني فاصل في الموضوع ده. يمكن جوارديولا قبل ما يتعاقد مع مانشستر سيتي كان قريب جدا من مانشستر يونايتد، لكن خلافه وفق التقارير اللي نشرت وقتها انه شعر مش هيبقى عنده الصلاحيات الكامله في التحكم في مشروعه، وشعر بتداخل كبير فيما يتعلق بدور الاداره الرياضيه الخاصه بالنادي اللي هي بتدخل في مين يخرج ومين يجي، هنبيع مين ومشتريش مين والاسعار بتبقى عامله ازاي، فهو حس انه مش هيبقى عنده الصلاحيات الكامله. حتى كونتي قبل توتنهام كان قريب من مانشستر يونايتد، لكن شروطه اللي اتحطت كده بشكل واضح بشكل واضح ونشرت في مواقع كبيره جدا ان يمتلك الصلاحيات الكامله في اختيار كل الصفقات واختيار الراحلين، توفير ميزانيه كبيره للصفقات، فكانت واضح جدا انه الان من دور الاداره وتدخلها في العمل الفني. انا بشوف ان بدايه تين هاج بتقول ان ده مش عمله وده مش مشروعه، وان ما زالت الاداره الخاصه بفريق الكره او الاداره الرياضيه لمانشستر يونايتد هي المتحكم الاساسي في حجم الفريق، وان تين هاج ما خدش الصلاحيات الكامله وان ما تمش الاستجابه لمطالبه، فهيظل يونايتد متاخر شويه. على الجانب الاخر مباراه ثانيه ما بين توتنهام وساوثهامبتون، وتوتنهام طبعا مع يعني عايز اقول ثوره في السنه اللي فاتت ووصولهم للدوري الابطال كان طموح كبير جدا جدا، وكونتي عامل فريق اكثر من رائع. شايف ازاي توتنهام مع كونتي الموسم ده؟ كونتي عمل اللي مانشستر يونايتد ما عملوش، يعني اللي كان لازم مانشستر وفر بالظبط، ده بيقول لك ان فعلا الراجل طلباته كانت ان انا اخد صلاحيات كامله وان انا اتحكم في مين يمشي ومين يجي وان انا اخد ميزانيه كبيره، وده عمله نادي اقل. يمكن يا كابتن حضرتك بتسال من شويه وانت مستغرب، هو يونايتد مش ناقصه فلوس؟ يعني هل يونايتد اغنى من توتنهام عشان توتنهام يدعم بشكل افضل، او عشان توتنهام يبقى في انطلاقه الموسم يقول انه طموحه اعلى؟ علامه استفهام كبيره. لكن توتنهام مع كونتي فعلا واضح ان شخصيه قويه بيتم بنائها، وزي ما حضرتك قلت جنى ثمار ونتائج بدري قوي ان هو ينهي الموسم بالشكل القوي. ست صفقات، انت شايف مين الاقوى؟ ريتشارلسون بالطبع، يعني اضافه ايفرتون راسل ريتشارلسون المهاجم البرازيلي حاجه عظيمه جدا جدا، ولاعب كمان مرن بيلعب بادوار كتيره، ممكن يلعب مهاجم سترايكر. لينجلي من برشلونه على سبيل الاعاره، شايف بيسوما كمان لاعب وسط ملعب قوي جدا بدنيا وفي الادوار الدفاعيه وفي الخروج بالكوره، بيسوما هيبقى اضافه كبيره، وكان عليه كمان يمكن يونايتد كان من الانديه المهتم ببيسوما في فتره من الفترات. برزيتش النهارده لاعب هيحقق نقله كبيره جدا في الجهه اليسرى لتوتنهام، وهيحقق فكره كمان انك في يعني توتنهام عنده مشكله امام التكتلات، توتنهام قادر قدام الفرق اللي بتطلع بضغط عالي ان هو يسيب لها الكوره ويقدر يخلق المساحات ويلعب على التحولات، فامام التكتلات بيبقى عدده قليل، قدرته على الاختراق بتبقى صعبه. برزيتش واحد من الحلول اللي هتساعد في حل المشاكل دي. ليه؟ لانه برزيتش المفترض ان هو ظهير، لكنه لا تشعر ابدا باختلاف بينه وما بين الجناح، انت بيبقى قدامك كانك قدام جناح متكامل، هداف مروج جيد جدا جدا، مسدد عظيم، لاعب بيلعب كرات عرضيه بالقدمين اليسرى واليمنى، فده تقدمه هيزود لك مهاجم، فانت هتشعر ان في كثافه عدديه، كمان مع مرونه ريتشارلسون وقدرته على لعب ادوار كتير ده برضه هيعمل الكثافه. فانا بشوف ان كونتي برضه استكمل النواقص وهيبقى عنده قدره على انه يواجه التكتلات، عنده كين وعنده سون يعني عنده كمان غير اللي عنده طبعا يعني عنده كمان اضاف نجوم كبار جدا صحيح، وهيبقى عنده خط هجومي اكتر من رائع صحيح.
تفتكر هيروح لغايه فين؟ هل قادر على المنافسه ما بين، انا شايف ليفربول وسيتي ما زالوا هم الاقرب للمنافسه للموسم القادم، هل توتنهام ممكن يخش يضايق شويه، ولا شايف ان هو هيلعب برضو على بعض على مراكز دوري الابطال؟ لا هو قادر الى فتره ما يكون صداع كبير جدا مضايق جدا يعني. يضايق ليفربول ومانشستر سيتي، ومدى استمراريته مش هتتوقف عليه وحده، هتتوقف على مانشستر سيتي وليفربول هيبقوا عاملين ازاي السنه دي. يعني مثلا مانشستر سيتي خرج من عنده عناصر مهمه، والدقه القويه ما بقتش زي زمان، اصابه اي لاعب في الفتره الحاليه هتبقى مؤثره قوي قوي، لان هيبقى فيه قدره على تعويضها بنفس القدر اللي كان بيحصل الموسم الماضي ولا لا. ايضا ليفربول جاب القطعه اللي ناقصاه لكن ما دعمش المراكز، يعني ما اضافش عناصر جديده تخليك عندك قدره اكبر على عمليه التدوير او سد جوانب النقص اللي ممكن تحصل اثناء الاصابات. يعني صحيح. انت في الموسم لو اتصاب حد، اي عنصر في ليفربول بيصاب بيبقى تعويضه صعب، لان انت فعليا ما فيش البديل المناسب لكل لاعب في مركزه، هو يعني باستثناء خط الهجوم بس اللي ممكن يحصل فيه تدوير، اللي هو الثلاثيه المقدمه بيبقى فيه جوتا بره او فيرمينيو بره، فدول بيحصل فيهم تدوير. لكن في كل المراكز الفجوه كبيره جدا جدا بين الاساسي والبديل، ارنولد، روبرتسون، فان دايك، عشان كده اي عنصر بيغيب بيسيب الفراغ الكبير جدا في صحيح. تشكيل ليفربول. طب على مستوى المان سيتي، واعتقد هي كانت الصفقه الاكثر ضجيجا في العالم، اين سيذهب هالاند؟ وفاز طبعا المان سيتي بوجود هالاند او بالتعاقد مع هالاند. عنده مباراه الاولى امام ويست هام، ويست هام فريق برضو اظهر تفوق وكان هيضيع البريمير ليج من السيتي في الموسم الماضي وانتهت المباراه. شايف المباراه ازاي كبدايه؟ بدايه قويه جدا للسيتي، وعايز اعرف رايك كمان في هالاند. تمام، انا عايز اقول ان اولا ملعب ويست هام هو الملعب او اكتر ملعب بيكرهه جوارديولا، بيتكلم دايما على ان ملعب لندن ملعب ضيق جدا جدا امام فريق شرس في الادوار الدفاعيه، بيلعب بشكل متكتل دايما 4-5-1. الحصول على مساحه وفرصه امام ويست هام بيبقى موضوع معقد جدا جدا، فانا بشوف ان البدايه اللي ما كانش جوارديولا يتمنى انه يبتديها ان هو يخرج لويست هام في ويست هام في انطلاقه البريمير ليج مع عدم جاهزيه بدنيه، واضح جدا ان هو اشتكى، قال ان احنا ما كملناش اسبوعين، كان معظم اللاعبين كمان في انجلترا ما سافروش مع امريكا في الفتره التحضيريه، جوندوجان وفودن وستونز واكثر من لاعب ما سافرش، فبالتالي هو ما استعدش للموسم بشكل جيد، ف مش في افضل حالاته، المباراه صعبه جدا جدا امام ويست هام. الفوز بيها او الخروج بثلاث نقاط بيبقى من خلال لقطه فنيه الفرد من الافراد، يعني تسديده من دي بروين، كره عرضيه هالاند، وهنا هالاند بمناسبه هالاند بقى وراينا فيه انه هيضيف الحته دي، ان مانشستر سيتي كان طوال الوقت يا كابتن عشان يكسب مطالب انه يبقى في افضل حال وانه يدخل بالكره الجون، يعني المنظومه كلها بتشتغل بشكل كويس، بنعمل الاختراق، بنصنع الفرصه على الست يارد حد بيفنش، انما العمل الفردي الخارق او انه عنصر يجي من وسط زحمه ويوسع لنفسه ويشوط من بعيد، او كره عرضيه وسط خمس مدافعين حد يطلع ياخدها، ده قادر يعمله هالاند. فهالاند هيضيف لجوارديولا الحته اللي كان بيشتكي منها، يعني كان بيقول دايما في المؤتمرات ان انا عارف ان ليفربول عنده الافراد الافضل، لكن انا بشتغل كمنظومه وكعمل جماعي، دلوقتي هو قادر يمتلك احد الافراد الافضل اللي هو قادر بعمل فردي كبير يعمله، كمان هيضيف له التنوع. انا شفت ده في الفتره التحضيريه بالتحديد، ان طوال الوقت مان سيتي بيعتمد على الخروج بالكره من تحت، فالفرقه اللي بتضايقه في الخروج بالكره ما بيعرفش يلعب كرات طوليه لان ما عندوش حد بياخد الكرات الطوليه، لكن هالاند دلوقتي اصبح اللاعب اللي قادر تعمله كره طوليه صحيح. ويطلعك بيها، واي صراع ثنائي بيقدر يكسبه، لكن هو عليه ضغوط انه المهاجم رقم واحد في العالم، فمطلوب منه يعمل اكتر من اللي حاصل، فده بيخلي البدايه صعبه شويه، لكن انا شايف ان انا قدام شخصيه قادره تتجاوز ده، وبمجرد ما يمشي هالاند هيبقى شرس، يعني فعليا هو كل متوقع طبعا لهالاند، حتى يمكن بعد البدايه الضعيفه امام ليفربول، ولكن كل الناس على مستوى الخبراء قالوا ان هالاند هو يعني القنبله القادمه صحيح. في خلال الاربع خمس سنين القادمه هيكون افضل لعيب في العالم على مستوى التهديف على مستوى الاداء. لكن كمان في ظاهره كمان كانت غريبه على المان سيتي وغريبه على جارديولا، كان نتكلم دايما ان بيب بيصرف مليارات بالنسبه للصفقات، ولكن كانت الجدوى عدم الحصول على دور الابطال، لكن معانا تقرير بيقول مكاسب بالجمله للمان سيتي من خلال الميركاتو السيفي، نشوف مع حضراتكم. يعني تقرير اكتر من رائع، شايف التقرير ده سعيد؟ تغيير واضح في الاستراتيجي بتاعت المان سيتي، او
نقدر نقول ان البيب خلاص ما عندوش الجرأة انه يطلب لعيبة بملايين الجنيهات وما كسبش دوري الابطال. هل في تغيير في سياسات السيتي دلوقتي هيعتمد على الصفقات؟ مش هقول صفقات وحشة لكن صفقات جيدة ولكن مش بمبالغ كبيرة أو طبعا زي كمان أو بدليل ان صفقة كوكريلا برايتون طالبين 50 وهو واقف عند 40 مش هيتممها. لكن انا عايز اقول ان هو مفيش تغيير حصل في استراتيجي اللي هو بيشتغل على المدى البعيد عند مانشستر سيتي، لكنها قرارات بتتناسب مع المرحله. يعني ايه؟ يعني مع بدايه بيب جوارديولا في اول موسمين كان حجم الانفاق كبير جدا لان طبعا كان استبدل 17 لاعب صحيح، وكنت انت ما قدامكش خيارات تانية غير ان انت تستبدل اللاعبين دول لانه كان جيل انتهى فعليا، كان عمرهم جميعا يعني او اغلبيتهم فوق 30، كولارايف بكام ثانيه، مانجالا، ناس كتير جدا كانت خلاص الكوره. فكنت انت قدام عمليه تغيير كلي، فده بيخلي حجم الانفاق كبير. لكن انت عملت ثوابت، عملت شكل التيم، عملت فريق قوي جدا. هنا كمان بتتداخل الرؤى الاداريه مع الرؤى الفنيه. انت قدام رحيم ستيرلينج موسم واحد وهيبقى متاح بالمجان في مكان تاني، خيسوس كذلك، فان انت تحقق عمليه بيع 110 مليون استرليني من اثنين لعيبه فده رقم مهم جدا. وفي نفس الوقت انت بتدخل اثنين مهاجمين واعدين صحيح هيدوا للفرقه في الموسم ده والمواسم اللي جايه، وقادر على اعاده تدويرهم، اعاده بيعهم. يعني هالاند 22 سنه، الفاريز 20 سنه، 21 سنه، ب 18 مليون فقط مع شويه تطوير هيبقى عنصر مهم في الفرقه. يعني الفاريز هيبقى مهاجم عظيم جدا 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 وقريب من انه فعلا يكون خليفه اجويرو. طب عايز اسالك قبل ما ننقل على البوندز ليجا، عايز اسالك توقعاتك، يعني لسه بدري ولكن من خلال الصفقات، من خلال البري سيزون، هل ستبقى المنافسه منحصره ما بين المان سيتي وليفربول للموسم ده، ولا ممكن جدا توتنهام يخش، تشيلسي يظهر بشكل مختلف، يونايتد يجي من بعيد، ولا انت شايف ما زالت المنافسه ما بين السيتي وليفربول؟ لا انا بشوف المنافسه ما زالت ما بين سيتي وليفربول، وان الحاله الوحيده اللي تدخل منافس ثالث ان يكون في اصابات قويه مؤثره بشكل كبير في اداء الفريقين. يعني بنشوف ان فان دايك مثلا لما بيخرج او حد من المهاجمين الكبار حصل توقف مثلا 3 شهور 4 شهور، فده مثلا لما يغيب عنا 15 مباراه ده ممكن يحدث اثر سلبي كبير في النتائج. كذلك مانشستر سيتي الموسم ده بعد التغييرات اللي حصلت وبعد ما اصبحت الدكه مش بنفس قوه الماضي، خاصه اذا خرج برناردو سيلفا اللي برشلونه بتجهز لعرض كبير وهو اللاعب مصر انه يمشي، يمكن باريس سان جيرمان كمان دخل في المفاوضات معاه، وهيبقى خروجه يعني مشكله كبيره طبعا، سواء داخل الملعب او حتى كخيارات متعدده كتيره ممكن تحل ازمات. يعني انت النهارده بعت اثنين كنت بتستخدمهم في مركز الجناح، ستيرلينج خيسوس، لان جوارديولا في خططه ان لو اتزنقت فانا حاطط برناردو سيلفا كواحد من الحلول. لكن في النقطه دي برضو كابتن عايز اكد على حاجه حضرتك بدات بيها الكلام عن اهميه الناشئين، واحده من العوامل اللي دفعت مانشستر سيتي انه يبيع خيسوس وستيرلينج هيحقق مكاسب ماديه، وفي نفس الوقت عندهم موهبه واعده جدا وهتبقى من اهم المواهب في العالم وربما يكون حاجه مقاربه لفودن، كول بالمر. يعني من ضمن الاسباب اللي عددها قال ان احنا عايزين الراجل ده ياخد عدد دقائق اكبر، وحصوله على عدد دقائق اكبر يتطلب ان احنا نتخلى عن اللاعبين، فهو هيكون مشارك في عمليه التدوير مع محرز. وانا متوقع الموسم ده لكول بالمر انه يقدم اداء قوي جدا ويقول ان في صفقه كبيره جدا عملها مانشستر سيتي ببلاش قطاع الناشئين زي فودن كده. النهارده بيصنف ما بين واحد من اهم المواهب في العالم، وراتبه لسه بيتجدد من اسبوع كان 30,000 استرليني اسبوعيا. احنا عندنا في لعيبه بتلعب في بيراميدز ب 45 مليون جنيه في الموسم، يعني اعلى من فيل فودن اهم هو افضل لاعب شاب في البريمير ليج في اخر موسمين. في لعيبه رجعت من انجلترا على بيراميدز بتاخد قد فودن 10 مرات، انا مش عارف هي ممكن تقدم ايه اكتر من فودن. فعلامه استفهام كبيره بتكشف لك يعني ايه اداره رياضيه ويعني ايه شغل كيد ويعني ايه شغل عشوائي. طيب نسيب البريمير ليج ونروح للبوندز ليجا. البوندز ليجا اعتقد هيبقى ليها ثوب مختلف، يعني شايف كمان انطلاق البوندز ليجا هتنطلق يوم الاحد القادم. نشوف برضو الجوله الاولى، لو محضر لنا الجوله الاولى من البوندز ليجا، ودايما بنتكلم على البايرن زي ما بنتكلم كده على المان سيتي وليفربول، يبقى في عملاق عملاق اسمه البافاري. يعني دي طبعا الجوله الاولى فرانكفورت قدام بايرن، ده يوم الجمعه بكره الساعه 8:30. وعندنا طبعا يوم السبت بروسيا مونشن جلادباخ هوفنهايم، بوخم ماينز، فولسبورغ امام فيردر بريمن، العائد من البوندسليغا 2، يونيون برلين امام هيرتا برلين، اوكسبورغ امام فرايبورغ،
وبروسيا دورتموند امام باير ليفركوزن. ده مباراه قويه جدا. نشوف باقي المباريات. شتوتغارت امام لايبزيج وكولن امام شالكا. سعيد البايرن، البايرن كمان زي ما بنتكلم يمكن سياسات المان سيتي في البريمير ليج اتغيرت بشكل او باخر. بنتكلم كمان على في تغير في الاستراتيجي بتاعت برضو الشراء وبيع اللاعبين بالنسبه لبايرن ميونخ في صفقه كبيره جدا دي ليخت ب 80 مليون جنيه او 80 مليون يورو. شايف كمان في تغيير في سياسه البايرن رغم انه اكتساح البايرن للبوندسليغا، ولكن شايف ازاي البوندسليغا الموسم ده؟ يعني انا بشوف ان البايرن وجه رساله قويه لكل المتنافسين على دوري ابطال اوروبا ان انا جاي او مش جاي هصدر السنه دي، انا جاي ودوري ابطال اوروبا هو الهدف الاول ليا هذا الموسم. تدعيمات فيها جرأه كبيره وفيها شجاعه كبيره جدا جدا. صحيح. زي ما حضرتك قلت 80 مليون دي مش سياسه البايرن انه يدفع 80 مليون في مدافع، ربما في السنوات الاخيره ابتدى تدريجيا يميل لهذه السياسه، بس بيعمل ده في نطاق محدود وضيق وحسب احتياجاته هو محتاج ايه. وخلينا نقول يا كابتن بشكل واضح ان مع حاله التنافس الشرسه وتنامي الاموال في صناعه كره القدم انت ما قدامكش حلول ثانيه غير انك تنفق بهذا الشكل. فشفنا هرنانديز مدافع ب 80 مليون، دي ليخت ب 80 مليون، لكنهم اذكياء جدا في صفقه ماني، ان هو انا بشوف ماني بقيمه اقل من قيمته الحقيقيه، يعني السعر ده رخيص جدا البايرن قدر يخلصوا بيه. اضافات مهمه في كل المراكز، خروج ليفا يعني طبعا مش هتحس بيه، مش هحس بيه لسبب. رغم كل الارقام والبطولات اللي حققها البايرن مع ليفا مش هتحس بغياب ليفا؟ مع حماسه ساديو ماني ورغبته في انه يظل منافس قوي على افضل لاعب في افريقيا وحتى الكره الذهبيه، انا بشوف ان السبب والدافع الحقيقي ان ماني يقرر انه يخرج من ليفربول الى بايرن ميونخ انه ينافس على الكره الذهبيه، انه بيشوف ان الدوري الالماني فرصه ان انا من خلالها افوز بالحذاء الذهبي واكون اللاعب الاكثر تسجيلا للاهداف في الدوريات الكبرى، ان انا اكون منافس قوي جدا على دوري ابطال اوروبا مع فرقه جاهزه وعندها كل المقومات لده. فالحوافز والدوافع اللي عند ماني وعمل المنظومه بشوفها هتكون اكثر تطورا مع ناجلزمان هذا الموسم، لان توفرت له خيارات افضل وهيكون حاله القدره على قراءه افكاره افضل عند لاعبيه. في لاعبين برضو ما كانوش وصلوا لاعلى فورم عندهم زي ليروي ساني ممكن نشوفه السنه دي في واحد من افضل مواسمه. كمان في صفقات تانية زي مات ستيل من استاد رين، موهبه عاليه جدا، لما اتفرجت على فيديوهاته انت قدام موهبه يعني هيكون واحد من افضل لاعبين العالم في الفترات اللي جايه. وبايرن ذكي في ده انه بيقدر ياخد لعيبه في سن صغيره بيشتغل عليها بيطورها بيضيف لها كتير. طبعا ونصير مزراوي اضافه كبيره وهيدي اريحيه اكبر لفكره انك تستخدم كيميتش طول الوقت في نص الملعب او في مناطق تانية غير الظهير الايمن، لان خلاص بقى فيه دلوقتي طيب. عندك اثنين. انا لو جبنا سيره البوندس ليجا، عوده طبعا عمر مرموش من الاعاره من شتوتغارت لفولسبورغ، وبعض التقارير بتقول ان برينتفورد مهتم بالتعاقد مع عمر. شايف مستقبل عمر مرموش ازاي؟ هل الاستمرار في البوندس ليجا مع فريق شتوتغارت ام لو في فرصه للانتقال للبريمير ليج؟ شايف ازاي عمر مرموش مع البوندس ليجا، بقاؤه او رحيله للبريمير ليج؟ شوف انا بشوف ان مرموش بيسير بخطى جيده جدا، وانه من وقت للتاني بيتطور بشكل قوي لدرجه جعلت الرعاه ورعاه كبار جدا يكونوا مقبلين على انهم يشتغلوا معاه، فده واضح جدا من تطوره في الفتره الاخيره. لكن من غير شك يا كابتن لو انت قدام اي اختيار في البريمير ليج في هذا التوقيت لا ما تفرطش فيه، بشرط انك تبقى عارف كويس جدا ان الفرقه اللي انت رايحها تناسب اسلوبك وطريقتك وقدراتك وان عندك مساحه تحصل على عدد دقائق كبير. وانا بشوف مرموش عنده من الذكاء الكافي انه يختار القرار الصح وانه ما يبقاش ضحيه وكلاء هدفهم ان انقلك من هنا لهنا عشان اخد العموله وخلاص. في كمان اسبانيول كمان يعني واسبانيول اسبانيول كمان عرض يعني على وكيله انه يكون متواجد. صحيح، لكن الدوري الالماني افضل من انه يروح لاسبانيول. انا بشوف انه يستمر في الدوري الالماني وانه يبقى محل صراع الكبار دايما او رغبه الانديه الكبيره انها تضمه افضل من ان انت تروح اسبانيول، لان انا بشوفها انها عوده للورا شويه. لو مفيش بريمير ليج يبقى كمل في الدوري الالماني، لكن رهننا على شخصيه مرموش. مرموش شخصيه عقليه قويه
بيتطور من وقت للتاني، فان شاء الله استمراريته تكون موجوده وانه يبقى اضافه للمنتخب ان شاء الله الفتره الجايه. ان شاء الله. سعيد بنشكرك شكرا جزيلا، امتعتنا ونورتنا كالعاده. انا اللي بشكرك جدا جدا يا كابتن هاني، ودايما مستمتع معاك. شكرا حضرتك. زي ما قلت لحضرتك، وكمان لسه بنتابع لاعبتنا المحترفين المصريين او حاملي الجنسيه المصريه اللي بيلعبوا في اوروبا. عرضنا على حضراتكم يمكن الاسبوعين اللي فاتوا ثلاث لعيبه، النهارده كمان معانا لعيب سيبرايل، ده الاسم سيبرايل ولكن هو لعيب في الدوري الالماني ويحمل الجنسيه المصريه، زي ما قدمنا قبل كده محمد طلبه واخوه ادم طلبه في بوخم بنقدم، وكمان قدمنا مالك بخيت طبعا في الدوري الدنماركي، كمان بنقدم لكم موهبه شابه المانيه في الدوري الالماني نشوفها. ونطلع فاصل وبعدين نستقبل طبعا نجمنا الكبير محمد الباز في اخر فقراتنا، والحديث بدقه وبتركيز على كمان هالاند وعلى نونيز لاعب ليفربول، لكن كل دوت بعد الفاصل. يعد سيبرايل ماكريكيس صاحب ال 22 عاما أحد الطيور المهاجرة ذات الأصول المصرية والنشطة في الدوري الألماني. بدأ ماكريكيس مسيرته الكروية مع براعم فريق باير ليفركوزن إلى أن تم تصعيده إلى فريق 19 عاما، ومنه انتقل إلى مونشنغلاباخ لنفس المرحلة السنية، ومنه إلى ريديف فريق بروسيا دورتموند، ومنه إلى فيكتوريا برلين. ويحمل ماكريكيس الجنسية المصرية والألمانية واللاتفية أيضا، وانتهى تعاقد اللاعب مع فيكتوريا برلين في يوليو الماضي ليصبح لاعبا حرا. وخلال مسيرته الكروية شارك في منافسات تحت 17 عاما وما فوقها في 103 مباراة، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع هدفين، فضلا عن إجادته للعب في مركز خط الوسط المدافع والمهاجم واللعب على الأطراف. شارك سيبرايل في 7 مباريات رفقة المنتخب اللاتفي للشباب تحت 19 عاما، سجل خلالها هدفا وحيدا، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب حاليا وفقا لموقع ترانسفير ماركت 150,000 يورو. ويتمتع اللاعب صاحب الأصول المصرية بالقوة البدنية وقراءة الملعب، فضلا عن المهارات العالية والتصويب من خارج منطقة الجزاء.